احنا في بنزرت ومنطقتيك الدالي هنشير الدالي ولا ينقصوا المرافق قلت ينقصوا. احنا بقعة قديمة هذه قديمة برشا أربع جد لهنا لكن ما تطورتش بحكم انه ما يوصلها شيء فهمني. نسمعوا الوعود بالحق والعود تونا عملوا وقت يجيب بلدية ولا كذا ما فماش فلوس باش نعمل اللي خلطت الجار اللي خلطت وممكن فيهم نعملوا مع بعضنا بقدر المستطاع يعني. اما باش فما تطور كبير امبوسيبل. تما ويفي جابوا هنا عملوا له فتوات وكسوره ما يدخل بعضها كذا وتكسر ما حبوش يرجعوا ورقرات وحلاقيم عليها قاعدين خساره كاكا تحت الارض شنو المشكله هم كمشي يخرج يعاودوا تريبل وهذه امور ثوره هذه يعني ما عندها حتى باش يعاودوا مثلا هذه باز كياسات ولا ذا وشوار عليها معناها شباب باش يمشي يخدم الكار تجي الصباح تهز التلامذة عاد ونص النهار بالليل التلميذ كي يفك العشرة شو قد يعمل مش يتهمل في الشوارع يعمل مشاكل شكون باش يرجع من بعد يقعد حتى نص النهار اي تو الكار كي تمشي الصباح وتجي نص النهار التلميذ اللي يقرا يفك العشرة شو يعمل ويمشي يمشي البيار باش يمشي خلط الاولاد باش يعني ما تعرفش عليه يعني ما انت تصور على واحد الشباب تو شنو هما وشنو عقليتهم وش يعملوا شي فهمني. هذيك صلحوا كلام ما عادش عندك مربوطين بهم احنا منعزلين كان عندك مواصلات تمشي فهمني ما عندك مواصلات الغالب عليك نخدموا كل حد عنده موتور يمشي ما عندوش اكاو يمشي رسم منطقه صناعيه 8 كيلومتر ساعه ساعه نمشي على سقي فما شيء النقل مربوط بالخدامه المترسمين يهز وعندهم برشا مشاكل على طريق الحاكم وكذا لخد كم يهز بثمانيه ما يكوفريش كان عبى واحد زايد كليته بعضها ما حاضر وما تعرف وكذا يعني فما معاناه هذه لابد واحنا اصلا الدنيا ما تمشي كبل معاناه ما فماش حاجه يعني ما خلقنا لقينا معاناه. انا عمري 60 سنه ولدي اكبر من هذا من هذا ولد عمه هذاك الواحد قاعد بطال انا هنا راجل كبير نخدم علي شو يخدم لي هو برا الفلاحه فلاحه راهي مش ديما راهي ديما فلاحه راهو الفلاح كان خدمك نهارين ثلاثه راهو يتعب راه فهمني يدور الميدان اخر فهمني وبرا حتى الشهريه ولدي باش اخوها برا باش المعمل 500,000 باش يعمل بها باش يبني بها باش يصرف بها باش يصب بها لايت يصب بها اقول باش يعمل بها ومش يوصل بها فهمني يعني حتى 500,000 يصرف محروم شنو محروم هو وحده ما تصرفوا شيء ما هو شو يطمع باش يبني منها ولا باش يعاون دارهم او كذا علاش توهيل الاولاد فكر شنو المونتاليتي في الحرق هي الفكره باش يجيب برشا فلوس باش ينجم يعمل راس مال باش ينجم هذيك هي الحرق وهذيك هي العباد اللي تحلم بها حتى يلقوا ساعه هم غادي ما يحرق مسكين يا ربي احنا ولفنا بالوضع وكبار فهمني هو تواني عندي باش نبني له ونعمل له وندني له تيما هو مو يعاون هو ما عندوش باش يعاون ما عندوش تي احنا نمكلوه ونشربوه غيره قدريه برك كان ما عندهش نعطيه الفلوس باش يعمل لي مشاكل اخي ما لقاش فلوس باش يعمل يرجع الحاجه بس ينحرف بالرغم يعني احنا منطقتنا متربيين ما عندناش هكا كذا اما لكن ديما واحد يرد باله راهي البطاله تعمل برشا مشاكل تعمل ناس تعمل برشا حسابات والله غادي مليان غادي مليان مليان ما فما اللي البريمه وبرح تخدم ريت المعامل شوالد كونتراتوات يعمل الكونترا بشهر فهمني يقول احنا بكر حتى خدمنا الكونترا بستة شهر هما ستة شهر وعام كذا طب يعمل الكونترا بشهر يعمل بيه الفوياج اللي حاجته بيه هو فهمني ولا اكسبور ولا حاجه هاي برطه معي لك ولا صبان ولا كذا ولا كوهات هذا مش يمشي يشكي بيه وعلى شهر وعلى شهرين مش يمشي يشكي بيه شو سوي يعني هي شادة بعض هي كوضعي الدولة تعبة هي ما كيفاش تجي حكاية من تتطور كوضعي الدولة تعبة دولة المؤسسات نتاعها فهمني بيركة الاقتصاد تعب العملة طايحة قيمتها ما عادش عندها فالور فهمني
والفالور هذا منين جاي والقيمة منين جاي من الديون. كيفاش انت توحنا الفلوس كنقول واحنا ولت عاش تقضي عاش عندها فالور الحاجة. فهمت الحاجة اللي خليتها كيف تقول الحم احنا مازلنا ناكلوا لحم علوش تليك لي حم جاي سما ما قصرش سلكها يسم ولا حم علوش 60000 و50000 ها وش ياخذ كل حم علوش وش يعمل عائلة بلي انك تجيني تضيف ما نفرحش بيك ها تجيني تضيف قول السلام عليكم باش ناخذ كيلو حم علوش مثلا تجيني تضيف وتنضرب 150000 ولا 200000 واللي ما عندوش يعني هذه اقل حاجات فهمني ما عندناش حق بالبحر ما عندهمش الولاد هذاك الحق يتفرهدوا فهمني علاش بين نخليه يكمل قرايه نخليه في دارني بابا هزني البحر بابا كذا نحب نعمل كصحابي نحب نعمل سياحه نحب نعمل رحله نحب نشوف عالم اخر نحب يتثقف أمنوا علي فهمني نحصل وانا في المكان هذا الضيق هذا يطلع مسكر جملة ها نهار اللي يكبر يطلع له يلقى روحه كعبلة ويخني كنت عايش بالحق رو مكلم فيك فهمني يعني المرحلة هذه عدنا والله احنا هي طلبت برش ما أقل شيء شنو هي اللي الواحد ساعة الموصلات فهمني كمدرسة ما عندناش لنا يعني فهمني تمشي تلمذة نتاعنا تقرأ بعيد كما صغار وكبار حتى روضة ما عندي فهمني كياس اللي حتى واحد يفكر يوم ما مستثمر الشعب المشروع ما يعملش لا يلقى لا كياس لا يلقى لا ضوء لا يلقى الواحد كيفاش يستثمر كيفاش يجيب شعب بحثك مشروع حتى تعمل مشروع نتاعك تضيع لأن يعني الإمكانيات ما فهمش منطقة معزولة فهمني بالرغم احنا أقدم منطقة اللي تمر لنك الزهنة هذيك بعد هنا أما هم قصة السكان مش كله مش شوية شوية خير ما واحنا ما خلقنا لهنا الحمد لله بسم الله وسكر والله انا مريش مسؤولية اللي تمشي له حتى كيمشي له تحدث معنا قبل ما يمشي نعرف اللغة اللي يحكي لي بها هذا نقول لك هذه وضعية البلاد هذه الامكانيات والدولة مازال طايحة وحب لنا وكذا وان الميزانية تعبة والدولة تخلص في ديون هالسياسة كله هالواحد كلها نعرفها وحافظها وشاربها ها هريت بل كنش مسؤول نعرف شو يقول نكتفي هذا نعرف شنو كل شيء تعلمناه كل شيء ولحد خاصة بك الأحزاب اللي كانت اللي فاتت وكل حتى بكونش تبعوها السياسة خاطر كانت سياسة بارك ماشي ما لوجوش عليها أما كل أحزاب علمتنا مش علمت السياسة وعلمت الخبز وعلمت كل شيء فهمني ها كيفاش الخبز هم خبزاء في بعضهم اللي يطلعت هذاك تاع صاحب الاخر تاع خير هذاك يحب ينجح هذاك لا هذاك فهمني والكذب سهل عادي جي على مجتمع دوله كامله تكذب عليها بكلمه مش تعمل مش تدير مش تدير وين وين فهمني وما فهم شيء وماشيين هكاك ها قيس سعيد يعطي صح ما هوش سمش بشوزك عليها باش يرد كذا المهم اللي يغلط يخلص بقدر المستطاع حبسها المؤسسات الحكوميه دي يصلح فيها اللي هني هذيك اللي عم تاع الدوله فهمني هم شركوها كذيبه كلها مكلها من كل جانب وجانب لكن اخزر لي راه واحد ما يحاربش 100 واحد تحب فتره بشويه ومن احنا يلزمنا التوعيه شنو هالتوعيه شنو التوعيه نفهم يا ولدي راك لكن نسى رامك نسى وسرقت هذاك وسرقت هذاك راي بلادي نسرق هنا راه ولدي وولدك راه مش باش يعيشوا.